نبدا من قبل ما نبتدي نتكلم عن لاعبين بعينيهم في المباراه ديت، ايه رايك نبدا من عند الحكمه؟ لا هو يعني الاختيار نفسه اصلا يعني يجب الوقوف عنده في مباراه مهمه وكبيره زي انا ما كنتش متوقع انها هتكون بقوه الشخصيه دي وبالاداء ده. يعني في بعض الحكام في المباريات دي بيغلطوا غلطات كارثيه. مباراه ما بين فرقتين انجليز على كاس سوبر اوروبي اصلا بالظبط، والاثنين انجليز فالمنافسه كمان شديده جدا. بالظبط، يكون الموضوع صعب جدا. حكام رجاله كتير بيغلطوا فيها، بيبقى عندهم في ضغوط كتير جدا عليهم. لا انا شفنا امبارح الحكمه هاديه جدا، قراراتها يعني اقدر اقول 99% منها صح. ممكن حد يشك في تسلل، يشك في ركله الجزاء بالظبط، لكن حتى يعني خدت هي القرار بسلاسه. برضه ما شفناش اعتراضات كتير من اللعيبه عليها، اللعيبه ما حاولتش يعني كان في برضه بعض الاعتراضات كانت قويه شويه، بس مش الاعتراضات اللي على الرجاله، على حكام الرجاله. يعني برضه اللعيبه كانت عامله لها احترام، اللعيبه كانت عامله لها فعلا احترام. يعني فعلا هي كونها كحكم انثى كانت اللعيبه عامله لها اعتبار وعامله يعني اتيكيت فعلا زي ما انت قلتي للموضوع ده، فده سهل عليها الموضوع كتير. يعني انا اديها نسبه تعدي 95% فعلا، يعني كانت ممتازه جدا. وقوه الشخصيه ما شفتهاش في حكام رجاله كتير. تجربه يعني تستحق ان هي تتكرر. وارد جدا، تستحق فعلا.